هنبدأ شباب دلوقتي في البورت الخاص بالإكزامز. تعالى كده نشوف الأفكار اللي جت على شابتر 6. السؤال اللي جاء في امتحان 2007 بيقول لك: A certain atom has four possible energy levels، أربع مستويات للطاقة. يعني أدي مستوى وأدي التاني وأدي التالت وأدي الرابع. وبعدين قال لك: And an electron can jump between any two، أي ما بين مستويين. Two energy levels، ده الرابع ده التالت ده التاني وده الأول. كده ماشي. So the number of the spectral lines could be emitted، عدد الـ spectral lines. قلت لك انا ايه بقى؟ قلت لك اسهل طريقه في القصه دي ان انت تشطب او حط ايدك على اخر مستوى واجمع لي دول، فتبقى 3 و2 و1 يبقى جمعهم كام؟ طبعا هتكون 6، فالاجابه هتكون سي. ماشي، تعال اللي بعده. The production of X-ray in college tube represent a model of energy transformation. مش قلنا بتتحول الاول من electric لكاينيتك لإي فوتون، طاقة كهربية ثم ميكانيكية ثم الكترومجنتيك راديشن او انرجي، هتبقى طبعا سي. دي كانت سؤال 16 في اوجست 17. ماشي جميل، تعال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا ايه في تجربة 2018: choose the correct answer. The objective lens of the telescope in spectrometer. مش قلنا الاوبجكتيف لينس دي بتعمل كونفرج، بتجمع او كونسنتريت او فوكس او كولكت، يبقى فوكس اهي. فوكس ذا ريز بيلونج تو ذا سيم كلر، للون الواحد الموازي الخطوط دي. ان اد ذا فوكال بوينت، كمان ممكن تكملها اوف اي بيس لينس العدسه العينيه، فالاجابه طبعا هتكون دي. حلو، دي نمبر 18. نمبر 21 في امتحان 2018 بيقول لك: شون فيجر ريبريزنت ذا ريليشن ما بين الويف لينسز والانتنسيتي. جميل، راح لك ويتش ويف لينس ديبند اون تايب اوف ذا تارجت. تايب اوف ذا تارجت يعني نتكلم على الزد، يبقى اكيد لامدا ايه؟ لامدا لاين. فاللامدا لاين اللي عندي هي لامدا 2 ولامدا 3، فتبقى لامدا 2 ولامدا 3 على الاجابه هتكون بي. طب جميل، دي 21. تعال اللي بعده. نمبر 23 بيقول لك: X-ray spectrum which generate when emitted electrons from the filament lose its energy gradually when passing near the target. near يعني gradually بالتدريج وبيعدي قريب، لسه ما وصلش، نتيجة الريبولشن أو الريبل. فده اسمه إيه؟ اسمه continuous spectrum. continuous spectrum ماشي، فطبعا ده يبقى ايه؟ لازم يكون continuous، فانا ما ينفعش يكون لاين ولا لاين. طب هو absorption ولا emission؟ طبعا emission، اي اكس راي emission، انبعاث، الالكترونات بتنبعث او بتطلع قلنا فوتونات، سواء كانت من continuous او من linear نتيجه transition، فاكيد هتبقى emission، يعني اي اكس راي emission، فدي طبعا emission continuous spectrum، فالاجابه هتكون دي. طب جميل. نمبر 27 بيقول لك: the opposite figure represent four possible transitions of electron between energy levels in hydrogen atom. عايز shortest wavelength of visible. visible يعني بالمر. بالمر يبقى لازم انزل للمستوى الثاني اهو، بالمر. يبقى انا عندي احتمالين، ده يا اما سي يا اما بي، بس سؤالي قال shortest، اقل wavelength يعني اقل لمده، فمعناها ان الانرجي ماكسيمم يعني اكبر فرق طاقه. اكبر فرق طاقه طبعا هتكون سي مش بي، لان الطاقه كبيره في سي، فرق كبير من المستوى الخامس للمستوى الثاني، اكيد اعلى من المستوى الثالث للمستوى الثاني، فالاجابه هتكون سي، دي 27. تعال اللي بعده. نمبر 31 في 2019: the figure show some transition of electron in hydrogen atom which transition lead to emission of photon invisible. visible قلنا لازم يكون المستوى الثاني، يعني هتكون L، يبقى اكيد transition B، اكيد transition A B اللي هو 2، يعني transition 2 اللي هو اجابة B. طب اللي بعده. 32 August 19 on increasing the potential of او potential difference، زود ال V. حلو، between target and filament in college tube the wavelength characteristics
مش كونتينيوس يعني انا بزود الفولت انا عارف ان هو انفرس مع اللامدا مينيمم كونتينيوس. فلما الفولت يزيد اللامدا مينيمم يقل. طب الكاركترستكس ريمينز كونستنت ليه؟ لان مين بيغير اللامدا مينيمم كاركترستكس؟ طبعا الاتوميك نمبر. طبعا الاتوميك نمبر. فالاجابه طبعا هتكون ايه؟ الاجابه يا معلم هتكون remains constant يعني doesn't change. دي 32. طب تعالى 33 تجريبي 2020 spectral line of wavelengths 121.5 رقم ايه ده؟ يعتبر اقل من visible لان visible 400 700. فلك is emitted from hydrogen atom knowing that the spectral band of visible ده هو مديها لك كمان مساعدك from 400 to 700. يبقى this spectral line lies فين؟ هو استحالة يكون بالمر ماشي. دي لامدا قليلة يعني اكيد انرجي كبيرة. طب انرجي كبيرة دي يعني اكيد في نطاق الالترا فايلوت. ما عنديش غير ثلاث احتمالات في الهايدروج يا اي ار يا فيزيبل يا الترا فايلوت. طبعا الترا فايلوت اعلى فريكونسي اقل لامدا والالترا فايلوت هو اعلى انرجي فاكيد يو في. بفكر من غير ما احسب. فاليو في ده مين؟ طبعا ده ليمان سيريوس. فالاجابة هتكون ايه؟ دي 33. طب جميل تعال بعده 34 بيقول لك which figure represents the spectrum resulting from the excited hydrogen gas. او ما تلاقي جاز قلنا لازم يكون ايه؟ او ما تلاقي جاز لازم يكون emission جاز بس. لو ضوء ابيض continuous لو ضوء ابيض عدى على جاز يبقى continuous بس في dark lines اللي هو بيتقال line absorption يعني كل اللي هم موجوده بس في dark lines. لو انت بتدرس الجاز بس يبقى دي اسمها لاين ايميشن سبيكتروم. فطبعا الاجابه هتكون سي مش اي دي دارك تماما لازم عباره عن دارك باك جراوند فيها كولورد لاينز عمل انبعاث طيف انبعاث خطي لاين ايميشن سبيكتروم. 35 في تجريبي 21 نبدا نخش في النظام الجديد بيقول لك ان كولج تيوب اف ذا فيلوسيتي اوف ذا الكترون وين كولايدنج ويز ذا تارجت دي السرعه 7.34 تايمز 10 باور 6 عايز المينيمم ويفلنس لامدا مينيمم مش هي اتش سي اوفر اي في يعني اتش سي اوفر كاينيتيك انرجي يعني اتش سي اوفر هاف ام في سكوير 6.625 10 نيجاتيف 34 3 تايمز 10 باور 8 اوفر ادي هاف وادي الام 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31 فالفي سكوير اللي هي 7.34 تايمز 10 باور 6 سكوير. فالحسبه دي لما نيجي نحسبها هتطلع معانا بالظبط 8.11 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 متر. فمش هلاقي في الاختيارات اعمل ايه؟ تحول بقى القصه دي من متر لانها تقريبا هي الايه؟ لنانو يعني تايمز 10 باور 9 فده يروح مع ده يطلع 8.11 نانو متر اهي دي الاجابه. فالاجابه طبعا هتكون ايه؟ طب جميل سؤال برضو محترم ده تجريبي 21 تعال اللي بعده 36 بص بيقول لك ايه 36 في 36 في اكسبيرمنتال 21 بيقول لك ذا كولج تيوب ان ذا فيجر تو بروديوس اكس راي ذا اتوميك نمبر اوف ذا تارجت ماتيريال ووز 42 حلو to produce longer wavelengths for the characteristics. يبقى انا عايز اللامدا لاين تزيد يبقى لازم الاتوميك نمبر يقل لازم الزد ماله يقل. فنشوف زد اصغر من 42 هو بيسال اتوميك نمبر فالاصغر من 42 هبص على اختيارات استحاله ده ولا ده ولا ده. فالاجابه طبعا تكون مين؟ تكون ايه؟ لا 29. طب جميل 37 في امتحان مصر 21 بيقول لك the opposite figure مالها بقى يا معلم represents the relation between the intensity and the wavelength so the wavelength which decreases as atomic number increases يعني لما atomic number يزيد في لامدا بتقل طبعا لامدا لاين او characteristics اللي يعني واحده اللامدا لاين اللي هتبقى لامدا 2 لامدا 2 فالاجابه هتكون ب دي 37 تعالى بعده 38 سؤال محترم جدا بقى بيقول لك the following figure show some of the energy levels of the molybdenium atom
ذات از يوزد از تارجت ان ذا كوليدج تو. الحته النظري شرحناها ممكن يجيبها مساله. قال لك اف ذا كوليجن بتوين اكس اند واي، يعني الكترون اكس دخل خبط في الكترون واي اللي موجود في المستوى كي، مش دي قصه اللاين او اللينير؟ فقال لك عمل ايه؟ ليد تو ايجكشن اوف ذا الكترون واي، حصل له ايجكشن طلع تماما سكاترد. Which one from the following probabilities consider the energy of the photon of the resulting characteristics X-ray linear يعني. مش قلنا هيبدأ يعوض من L لK ويمت فوتون، يما من M لK ويمت برضو إيه فوتون. فطاقة الفوتون هي الدلتا energy، يا negative 2 minus minus 69 يا negative 2 يا negative 12 ماينس ماينس 69. فدي هتطلع 67 ودي هتطلع 57 طبعا ايه كيلو الكترون فولت. الحمد لله. فالاجابه طبعا هتكون ايه؟ طبعا هتكون ايه؟ فكره محترمه، هقول لك معلومه نظري هقولها لك ايه لمساله. طب جميل، تعالى بعده. نمبر 39 بيقول لك هنا ذا جراف ريبريزنت ريليشن ما بين الاي واللامدا برضو. جميل. فقال لك هنا ايه؟ عايز فروم ذا جراف، واحده واحده عشان الحته دي مهمه. عايز ليست فريكوانسي يا فريكوانسي مينيمم بس كاركترستكس، او على فريكوانسي جريتست يعني ماكسيمم، بس الفريكوانسي ماكسيمم ايه بقى؟ كونتينيوس. ماشي. طب ما دي هتساوي ايه؟ سي على لامدا. اللامدا هتبقى عكس بقى ماكسيمم بس كاركترستكس برضو، وهنا سي على لامدا مينيمم كونتينيوس. طب جميل، فالسي تروح مع السي تحت تحت تطلع فوق، يبقى لامدا مينيمم كونتينيوس على لامدا ماكسيمم كاركترستكس. حلو، شلت السي مع السي وتحت لتحت تلاقي فوق لامدا مينيمم كونتينيوس اللي هو ده اللي هي 0.35 اللي هي في النص. لامدا ماكسيمم كاركترستكس عندي 2، في هنا في النص 0.6 تقريبا، والثانيه اهو دي اللي احنا عايزينها، دي الماكسيمم الاكبر 0.7. فالقصه دي تطلع بهاف هاف، فالاجابه هتبقى دي. طبعا سؤال محترم جدا 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 وخداع يعني. ماشي، تعالى بعده. نمبر 40، في اوجست 21 which figure show the spectrum produced when white light ضوء ابيض passing through gas. قلنا لو ضوء ابيض عدى على جاز يا معلم لازم الجاز يمتص شويه الوان من الضوء الابيض، فيبقى line absorption يعني colored background فيها dark lines، فهتبقى 4. طب جميل، هتبقى 4. ماشي، اختر معايا 4، فالإجابة طبعا هتكون دي. السؤال اللي بعده 41 بيقول لك the figure represent the relation between intensity of radiation and wavelengths for the X-ray spectrum. So the wavelengths of the characteristics which correspond to ايه؟ to maximum momentum. المومنتم اتش على اللامدا اصلا. maximum momentum يعني اقل لامدا، بس لامدا ايه بقى؟ قال لك characteristics يعني linear. اقل لامدا linear. انا عندي لامدا هنا ولامدا هنا، فالاقل طبعا هتبقى 0.08 نانو متر، فالاجابه هتكون ب. السؤال اللي بعده بقى نبدا نخش في امتحان 22. بيقول لك وايل لوكينج ثرو ذا اي بيس اوف اتش سبكتروميتر، نفس اللعبه اللي جوه كل سنه. لو انا عديت ضوء ابيض على بريزم ده كونتينيوس ضوء ابيض. طب لو ضوء ابيض بس عدى على جاز هيمتص جزء منه من الوان وبعض الوان، يبقى لاين ابزوربشن. ابزوربشن او طيف امتصاص خطي، فهتبقى كونتينيوس فيجر 1 ولاين ابزوربشن فيجر 2. طب جميل، اللي بعده شباب نمبر 43 جه في امتحان 22. بيقول لك when using a certain element as a target ماشي in college tube to produce x-rays photon of frequency 5.43 × 10^18 is produced when an excited atom is transferred between two energy level with energy of one of them negative 1.5، يعني انتقال من مستويين
الكترون هينزل فيمتي فوتون. ماشي. المشكله دلوقتي انا مش عارف احدد ده يعني الانرجي دي اللي فوق ولا لتحت. تبص على الاختيارات فتلاقي الارقام دي بالنيجاتيف اكبر، بالنيجاتيف اكبر يعني تحت، لان في الهيدروجين خدها مقياس ليه، كل ما تنزل لتحت النيجاتيفيتي بتزيد. نيجاتيف 13.6، نيجاتيف 3.4، نيجاتيف 1.51، نيجاتيف 0.85 and so on. وانا طالع بقرب للزيرو وانت لازم تقرب للنيجاتيف اكتر. فالارقام دي اكبر بالنيجاتيف، يعني دي المجهوله اللي تحت. والرقم اللي عندي هو نيجاتيف 1.51. حلو. طب قلنا طاقه الفوتون بتساوي ايه؟ بتساوي الفرق. بس خلي بالك كمان دي بالكيلو، ها، بالكيلو الكترون فولت. فطول دلتا انرجي بتساوي اتش نيو. حلو. والدلتا انرجي دي هتبقى نيجاتيف 1.51 ماينس الاي اللي انا عايزها بتساوي اتش نيو، وكمان اقسم على اي عشان تحولها ايه؟ تحولها لالكترون فولت. وما تنساش كمان تايمز 1000، تايمز ايه؟ تايمز 1000، او نقسم على 1000 عشان يبقى كله ايه؟ بالكيلو. فالقصه دي هتبقى اهو 6.625 10 نيجاتيف 34. طب جميل. والفريكوانسي هتبقى كام؟ اهو 5.43 × 10^18 اوفر الاي، يعني 1.6 × 10^-19 في 1000. حلو. فالحزمه دي كلها نشوف هتطلع بكام. 6.625 × 10^-34 5.43 × 10^18 1.6 × 10^-19 في 1000. فتطلع بالظبط ان فروقات الطاقه دي ب 22.5 ايكوال تاني نيجاتيف 1.51 حولت كله كيلو ماينس الاي. يبقى انت بتقسم على الرقم الاي عشان تحولها الكترون فولت، وعلى 1000 عشان تحولها كيلو. يبقى هدي ده بالبوزيتيف واجيب ده بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 1.51 ماينس 22.5 تطلع نيجاتيف 24 كيلو الكترون فولت. دي طاقة المستوى اللي انا عايزه اللي هو هينزل له. طبعا هتكون ايه؟ فكرة محترمة. بكرر تاني ممكن يجيب لك معلومة نظري يعملها لك فكرة مسألة ما تبقاش صعبة بس تبقى جديدة ممكن تتخط. تعرف كل ما انزل لتحت السلبية بتزيد، النيجاتيفيتي بتزيد تحت، كل ما اطلع فوق النيجاتيفيتي تقل، فيبقى ده المستوى اللي فوق وده المستوى اللي تحت، وده مش هيدروجين عشان دي مش ارقام الهيدروجين، قال ان اليمنت. السؤال اللي بعده 44 في برضه امتحان 22 بيقول لك ذا فيجر ريبريزنت برضه ريليشن ما بين انتنسيتي والويف لينث. فراح قال لك ايه بقى؟ بص، ذا ويف لينث ريزلتنج فروم ترانزيشن فروم وان اكسايتد اتوم اوف تارجت فروم هاير تو انذر لور، يعني من فوق لتحت. عمليه النزول دي بتاميت فوتون. طبعا دي قلنا عمليه ايه؟ اللينير او اللاين. فمين لاين هنا؟ طبعا هتكون لامدا 3. فالاجابه هتكون سي. طب جميل، تعال اللي بعده نمبر 45 برضو بيقول لك ذا فيجر الستريتس ذا ترانزيشن بتوين تو انرجي ليفلز. فاي نزول ده اسمه لاين اميشن، قلنا لاين اميشن. طب جميل. وهيميت فوتون، الاي فوتون طاقته بتساوي الفرق اللي هي 4e ماينس e، هتطلع ب 3e. فتبقى لاين اميشن و 3e، فالاجابه طبعا هتكون ب. طب جميل، بسيطه برضو. 46 بيقول لك ان ايه؟ ان كولج تيوب تو جنريت اكس راي. حلو. اف ذا الكترون از ايجكتد توورد ذا تارجت، اتوجه في اتجاه التارجت بطاقه 70 كيلو الكترون فولت. جميل. بعدين قال لك الطاقه ذات جيت ديكريز تو 54.5، طاقته قلت طبعا نتيجه الريبالشن، نتيجه الريبالشن يبقى ديو تو سكاترنج، دي يعني ريبالشن. يبقى القصه دي بيتكلم على الكونتينيوس، او هو قال لك حتى الكونتينيوس سبيكتروم اوف فوتون. ماشي. مش قلنا طاقه الالكترون تتحول لفوتون؟ فلما اجي اعمل ماينس فالقصه دي تطلع 15.5. ده طاقه مين؟ ده الاي فوتون. ده الاي ايه؟ الاي فوتون. يعني لما نيجي نحسبها نتاكد كده تطلع الاي فوتون. ماشي.
طب الاي فوتون دي بالالكترون فولت هتساوي ايه بقى؟ هتساوي هو عايز الويف لينث، يبقى اتش سي على لامدا واقسمها على ايه علشان تحولها كله الكترون فولت. ماشي، فانت عايز اللامدا، اللامدا تطلع فوق، يبقى اتش سي على ال 15.5 بس تايمز ايه الاي، يبقى 6.625 10 نيجاتيف 34 3 تايمز 10 باور 8 ادي اتش اف سي اوفر هنا 15.5. بس خلي بالك ال 15.5 دي بالكيلو ما تنساش، يبقى هنا كمان هتبقى تايمز، تايمز كام بقى؟ 10 باور 3 تايمز 1.6 10 نيجاتيف 19. فانت لما تمسك الكالك وتحسب القصه دي 6.625 10 نيجاتيف 34 3 تايمز 10 باور 8 15.5 تايمز 10 باور 3 تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. فالإجابة هتطلع معانا بالظبط، بص أكيرتها 8.01 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 متر. فالإجابة طبعا هتكون سي. دي جت دور التاني 22 سؤال محترم، خد لك نظرية ازاي تنتج اكس راي كونتينيوس، ان الالكترون وهو بيقرب يخسر جزء من طاقته ويتحول فوتون. هات لي بقى القصة دي واضرب لي اللمضة. طب جميل، 48 تجريبي السنة اللي فاتت في فكرة برضو محترمة، بيقول لك the figure illustrates an excited atom that produce wavelengths due to transition of an electron from higher energy level to lower. then هو عايز الويفلينسس، فنحلها بالراحة كده. هنقول ايه؟ لو انت قلت E3 minus E1 دي هتساوي HC على لامدا، هنسمي دي مثلا لامدا 1. جميل، وقلت مثلا انتقال من E2 minus E1 يساوي HC على مثلا لامدا 2. جميل، لو انا عملت minus، ما انا عايز عشان اجيب اللامدا عايز انتقال E3 minus E2، هو هتعمل ده اهو minus ده وده يروح مع ده عشان minus minus positive، يبقى E3 minus E2 equal HC على لامدا 1 HC على لامدا 2. طب جميل، فهقول اهو E3 minus E2 خد HC common، هيبقى هنا 1 على لامدا 1 minus 1 على لامدا 2. المفروض القصة دي هتساوي HC على لامدا لو سميها S. حلو، فايه اللي يحصل؟ هتلاقي اتش سي هتروح مع اتش سي، فيبقى 1 اوفر لامدا 1 1 اوفر لامدا 2 يكون 1 على اس، وهذا ليه؟ وهذا اس. حلو، بعدين ايه؟ ممكن نعوض من هنا ونخلص، وممكن نعمل حركه عبيطه كده ان انا هاخد كومن ديرمينيتور. فلو انت جيت خدت كومن هتبقى لامدا 1 لامدا 2 وتعمل كريس كروس تبقى لامدا 2 ماينس لامدا 1 يكوال الاس، ولا ايكوال واحد على اس؟ لا واحد على اس. طب انا عايز الاس، اقلبها. فانت حضرتك لو عايز الاس بص هتعمل ايه بقى؟ او لامدا 1 لامدا 2 على لامدا 2 ماينس لامدا 1، يبقى برودكت على الماينس، برودكت على الماينس، يعني من الاخر هتبقى 1000 تايمز 750 اوفر 1000 ماينس 750 وتطلع ب 3000، تطلع ايه ب 3000. طب جميل، هل دي قاعده يعني برودكت على الماينس؟ اه ممكن تمشي، ده ممكن تمشي اي ما دام عندك 3 انرجي ليفلز، عايز تعمل اي لامدا ما بين اي 2 انرجي ليفل تاخد الاثنين اللي عندك اضربهم، المفروض تحت بقى يا اما ماينس يا اما بلس. لو انتقال كبير، انتقال كبير اهو هتبقى ايه؟ لو انتقال كبير يا معلم هتبقى بلس، لو انتقال صغير زي اللي عندنا ده، مش صغير كمسافة، صغير كطاقة، فهتبقى ايه؟ هتبقى ماينس زي ما احنا جبناها اللي هي لامدا 1 لامدا 2 لامدا 2 ماينس لامدا 1. يعني مثلا انا عايز ال 750 دي، وانت جبت دي 3000، جربها كده، امسك قلم معايا وجربها. هتقول ده مثلا ايه؟ انا عايز 750 ما اعرفهاش، حط ايدك عليها، تقول 1000 في 3000 اعلى، طب تحت 1000 و 3000 اعمل بلس ولا ماينس؟ لو انتقال كبير اعمل بلس، فتقول كده بص 1000 في 3000 على 1000 بلس 3000 تطلع 750، فتبقى جبت دي.
فاهمني؟ يعني عايز اي لمده معلوميه اللمدتين التانيين اضربهم وتحت حطهم يا بلس يا ماينس. لو فرق الطاقات كبير تعمل بلس، لو فرق الطاقات صغير او زي ده تعمل ايه ماينس. عشان كده انا اصريت اوصلك للصوره دي عشان يعني عايز اقول لك قانون كده ايه من باب العلم، لو مش عايز تحلها رياضه تبقى دايما حاصل ضرب اللمدتين التانيين على تحت يا بلس يا ايه يا ماينس على حسب فروقات الطاقه. ماشي، تعالى اللي بعده. 49 بيقول لك the smallest characteristics wavelengths of X-ray ray from the figure. characteristics يعني يا ده حلو. the smallest يعني اقل لمده، فاللمده الاقل هتكون طبعا كام؟ هتكون ال 6 بمنتهى البساطه، 6 نانو متر دي 49. ماشي، نمبر 51 from the figure بيقول لك the spectra 1 and 2 respectively are. قلنا اي جاز ادي جلوينج هيدروجين جاز ده هيمت ايه؟ لينير يعني لاين. طب جميل، حته بقى من شابتر 7 ليزر، مش الليزر ده مونوكروماتيك يعني وان ويف لينس. طب وان ويف لينس ولو فاكر هو جاي نتيجه انتقال من المستوى اللي فوق للمستوى اللي تحت، بننزل عن طريق ستيميوليتد ايميشن، فهيمت فوتونات كلها شبه بعض، فده بيتقال ايه؟ برضو لاين لينير او لينير. طب جميل، فالإجابة هتكون سي لينير لينير. تعال اللي بعده. السؤال اللي بعده السؤال جه في امتحان 23، سؤال محترم جدا. بيقول لك ذا فيجر ريبريزنت ريليشن ما بين الانتنسيتي والويف لينسز. ماشي، فروم ذا كولج تيوب اوبريتد ات بوتنشال ديفرنس في، حصل تغيرين بقى. جاب لك كل اكس ري في سؤال. اون انكريزنج بوس اوف فيلمنت كارنت يبقى الانتنسيتي انكريزز، واند بوتنشال ديفرنس، بوتنشال ديفرنس انتنسيتي انكريزز ولامدا مينيمم ديكريزز، لان قلنا الفولت بيعمل تغيرين، الشده هتزيد واللامدا مينيمم هتقل، وزودت تيار الفتيله الشده هتزيد الانتنسيتي، يبقى انا متاكد الانتنسيتي هتزيد. طب واللامدا 1 دي المينيمم، متاكد دي هتقل، يبقى لامدا 1 ديكريزز يبقى هي دي. طب واللامدا لاين قال لك لا ريمينز كونستانت. ليه؟ لانه بيعتمدوا على الزد، والزد ما حصلهاش اي حاجه، فهتبقى doesn't change doesn't change، فالاجابه هتكون سي. طب جميل، ناخد بعد كده 55. بيقول لك the scientific principle of using x-ray to study crystalline structure، مش ده بيعتمد على الديفراكشن؟ ديفراكشن اهو diffracting crystal. طب الديفراكشن ده يعتبر ويف ولا بارتكل؟ طبعا ده يعتبر ويف بروبرتي او ويفي نيتشر، طبيعه موجيه. حلوه الفكره دي، جت الدور الثاني 23، فالاجابه هتكون ايه. السؤال اللي بعده في شابتر 6 يا شباب، بيقول لك فوتون هيت ان الكترون ان ذا جراوند ستيت. يبقى انا عندي بص عشان بس تفهم القصه، في فوتون جاي، الفوتون ده خبط الكترون في الجراوند ستيت يعني في المستوى اي 1. ماشي، از ريزلت اوف الكترون موفد تو اكسايتيشن ليفل ان، ان يعني قلنا كي ال ام ان يبقى المستوى الرابع، يبقى ده اي 4 يبقى حصل له اكسايتيشن. طب جميل، كان بيقعد فوق حاجه اسمها لايف تايم، وبعدين وهو نازل بيمت فوتون طاقته بتساوي الفرق، يعني طاقته بتساوي اي 4 ماينس اي 1، وطاقته بتساوي نفس طاقه الانسيدنس فوتون اللي حصل له ابزوربشن وهو طالع. يعني الفوتون اللي جاي ده طاقته كام؟ طاقته برضه بتساوي اي 4 ماينس اي 1، لان الانرجي كوانتايزد مكماه، عشان يطلع من المستوى الاول للرابع لازم يمتص طاقه بقدر الفرق بالظبط. طب هو نازل هيمت نفس الطاقه، يبقى هو طالع ابزوربشن ونازل ايميشن، فيبقى لازم الفوتون الانسيدنس طاقته لازم قد الفوتون الايه الايميتد، ده ايميتد وده انسيدنت ساقط، ده طاقته اي 4 ماينس اي 1 وده اي 4 ماينس اي 1 عشان تبقى فاهم الفكره. ماشي، قال لك which of the choice express the incident photon wavelengths. احنا ممكن نجيب ال wavelengths سواء من ال emitted او من ايه؟ او من ال incident، لان هما نفس ال energy بنفس اللمضة. فنبدأ نشتغل كده اهو، e4 minus e1 بتساوي hc على لمضة. جميل، هنفك بقى من هنا اهو، ده هيبقى negative 13.6 4 square minus نيجاتيف 13.6 اوفر 1 سكوير. ما تنساش البراكت ده كله بالالكترون فولت يبقى تايمز 1.6
10 نيجاتيف 19 ايكوال ال HC 6.625 10 نيجاتيف 34 3 تايمز 10 باور 8 اهو بالمنظر ده اوفر اللامدا اللي انا عايزها. فتلاقي الايكويشن ما فيهاش غير انون واحد اللي هو ده. فالباقي بقى دور آلة بقى كالكليتر واحده واحده بقى. نيجاتيف 13.6 اوفر 4 سكوير ماينس ماينس يعني بلس 13.6 اوفر 1 بعدين تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19. فالحسبه دي كلها ب 2.04 10 نيجاتيف 18 ايكوال. تعال نشوف الحسبه دي 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 في 3 تايمز 10 باور 8 تطلع 1.98875 10 باور نيجاتيف 25 اوفر لامدا. طب بعدين نعمل ايه؟ نبدا نعمل كروس مالتيبليكيشن بس كده يعني. عشان اجيب اللامدا اللي انا عايزها دي. فهتبقى الرقم ده تايمز 1 ديفايدد 2.04 تايمز 10 باور نيجاتيف 18. فهتطلع معانا الاجابه بالظبط بتتكلم حضرتك. تعالى هنا على جنب اهو ان اللامدا ايكوال 9.74 تايمز 10 باور نيجاتيف 8 متر بس دي الاجابه. ولازم تفهم ان اللامدا دي لامدا الفوتون الاميتد اللي هي نفس لامدا الفوتون انسيدنس لان لازم يكون نازل بالفرق. فطبعا الإجابة عندنا هتكون دي. الإجابة هتكون طبعا دي. جميل. تعال نخش في السؤال اللي بعده. فيلا يلا بينا. السؤال اللي بعده شباب نمبر مش مهم النمبر. August 23 بيقول لك the longest wavelength of the visible spectrum. هو حل السؤال هنا في كلمة visible. دول مرئي اللي هو كان بالمر. افكرك اهو بالمر. طب جميل. بالمر ده اللي هو كان نازل على مستوى لازم يكون نازل لو ادي المستوى الاول ادي الثاني الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. فهي كان اي حاجه نازله للمستوى الثاني المستوى ده سواء بقى من السابع من انفينيتي من السادس من الخامس من الرابع من الثالث and so on. ماشي. هو عايز ايه؟ هو عايز longest wavelength. يبقى ده كمان معلومه ثانيه. فلونجست ويفلنس انت عارف ان الانرجي او الدلتا انرجي او انرجي عموما مش مهم الدلتا انفرسلي بروبورشنال مع اللامدا. فبيقول لك عايز اكبر لونجست ويفلنس يبقى هو عايز اقل انرجي او اقل دلتا انرجي اقل فرق. يعني لازم يكون الفوتون الناتج ده جاي من انتقال فرق طاقات ايه؟ قليل. يعني جاي من هنا اهو من الثالث للثاني. ما يفرقش معايا بقى من الرابع. لو قال اقل ويفلنس يبقى اكبر طاقه يكون جاي من انفينيتي. بس لما يقول لك لونجست لامدا يبقى دلتا انرجي مينيمم يبقى المستويين اللي فوق بعض. ماشي عرفنا المستويين اللي فوق بعض. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هقول A3 ماينس A2 ايكوال HC اوفر لامدا. جميل. وهنا نحط الاي علشان الالكترون فولت. طب جميل. انت عايز ايه؟ انت عايز ويفلنس. ودي بقى اللامدا فوق يبقى اللامدا ايكوال HC over الـ E مضروبة هنا في E3 minus E2 calculator. فواحدة واحدة بقى الـ H أو 6.625 times 10 power negative 34 والـ C 3 times 10 power 8 over الـ E بـ 1.6 times 10 power negative 19 علشان نحول الإلكترون فولت لجول. المستويات بقى E3 هتبقى نيجاتيف 13.6 over 3 سكوير ماينس ماينس يعني بلس 13.6 over 2 سكوير ونقفل براكت. فالحسبة دي كلها لما نيجي نحسبها على الكالكليتر واحدة واحدة كده اهو 6.625 times 10 power negative 34 times 3 times 10 power 8 1.6 times 10 power negative 19 وركز وانت بتكتب عليها نيجاتيف 13.6 اوفر 3 باور 2 بلس 13.6 اوفر 2 سكوير. فكل القصه دي هتطلع بكام؟ هتطلع بايه الرقم ده 6.57 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 متر. بعدين نعمل تايمز 10 باور 10 عشان نحولها انجستروم. فلما نخليها انجستروم هتبقى 6.576 انجستروم. اهي دي الاجابه 6.576. فالاجابه هتكون طبعا سي.
برضه سؤال محترم وفي فكرة جميلة وتطبيق مباشر على الدرس بتاعتي. تعال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال نظري محترم قوي بقى قوي. كولج تيوب تانجستن الاتوميك نمبر بتاعه الزد اهو الاتوميك نمبر بكام؟ ب 74. حلو. was used as a target to produce x-rays so that one of the characteristics wavelengths of the x-ray radiation كان كذا. كان اللمدة بالرقم ده، دي اللمدة. So on replacing the target of another made of the molybdenium 42 يعني الزد قلت. قلت من كام؟ من 74 ل 42. طب ما الزد احنا عارفين انها inversely proportional مع اللمدة characteristics اللي هي المميز او اللينير او بيتقال عليها اللاين. جميل. او بيتقال عليها الهارد. فلما الزد تقل لازم اللامدا كاركترستكس المعلمه دي او ايا كان مسماتها لازم يحصل لها كده، لازم يحصل لها انكريزس. جميل. فانت تدور هنا بقى في الاجابات مين يدي قيمه اعلى من الرقم ده. طب ده بالايه؟ قال لك اللي عندي ده بالميتر. طب الاجابات هنا كلها بالايه؟ بالنانو. فالاسهل بدل ما تحول كل دول لميتر، يا صح كلهم يبقوا ميتر، حولي ده لنانو. يبقى 1.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 تايمز 10 باور بوزيتيف 9 نحولها نانو. فهتطلع بالنانو هنا 18 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 نانو متر. نحولها نانو ازاي؟ هنعمل تايمز 10 باور بوزيتيف 9. فانا عايز رقم ايه بقى؟ انا عايز رقم اكبر. حلو. فده 1.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 ما ينفعش، اصغر. 4.9 ودي 18 غلط. طب دي 2.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 ده دي اصغر واصغر. طب دي 7.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 دي اكبر اهو، دي تعتبر اكبر. يبقى هنا تعتبر ان اللمدة زادت. ليه؟ عشان الزد او الاتوميك نمبر تاني اهو الاتوميك نمبر ديكريزس. يبقى لازم الويف لينس الكاركترستكس لازم يحصل له ايه؟ لازم يحصل له انكريزس. فطبعا الاجابه هتكون دي، ودي من الافكار المهمه والمحترمه جدا 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 اهو. فتخلي بالك من الفكره دي، ممكن يلعب لك على حته النظري، بيشوف لك ايه العلاقه. خلي بالك البوتنشال ديفرنس بيأثر في اللامدا كونتينيوس مينيمم، لكن قلنا الزد قلناها كتير قوي حلينا على افكار وجت في امتحانات ان الاتوميك نمبر بيأثر في اللامدا كاركترستكس وانفرس. جميل. فلما الزد بيحصل له ديكريزس يبقى لازم اللامدا تزيد، وبيلعب على حته ايه؟ كونفرجن. حولي دي لنانو، هات لي رقم اكبر من ده، يبقى لازم يكون نيجاتيف 2 او نيجاتيف 1. فالقصه طبعا هتكون دي. جميل. تعال نخش في السؤال اللي بعده. فيلا يلا بينا.